كرامة ولا حرية؟ كرامة شنو هو؟ أنه وزارة عندها إمكانيات كبيرة مادية، لكن كلها مشيت لتلميع صورة الرئيس بن علي، وبطبيعة الحال زوجته وأقاربه. ما نقولش رزمو زيتانا، حتى ما جيتش أنا. أهم شيء هو أن، وهذه باش نرجع للناس اللي يتكلموا على الشهادات العليا، أنا لقيت وزراء دكاترة، يعني لقيت وزراء عندهم ما شاء الله خف من الشهادات العليا، لكن شفتهم الشهادات العليا صلحتهم إلا الفساد وهدار المال العام. الحمد لله جا واحد ما عندوش شهادة عليا وانه حاول ينظف ويصلح المنظومة هذه. والاخويا انتم تعرفوني، خصوصا القدم سي صالح برشا اخواني يعرفوني، اللي انا المواقف نتاعي رزمون ولا من رزمون، المواقف نتاعي مواقف ما نقولش جرأة أو جريئة أو أنا دائما في الحق، دائما يعني نحاول إن شاء الله. والحاجة اللي نخوف منها إن شاء الله ما نظلمش عباد، لأن جرأة العباد هذوما باش يمشيو برشا عباد، لأن حتى موظفين عندنا متورطين، عندنا 7 8 موظفين متورطين وحلناهم، إن شاء الله ما نظلموش الناس. ونعرفوا أن مازال التحقيقات بتجيب عباد أخرين. وأنا قلت لكم أنا اللي سهل المأمورية هو أن لقيت تجاوب كبير من الأخوان لهنا في الوزارة. أنا ضد الفساد ويحبوا يصلحوا وهيكلوا الوزارة هذه. هذا هو الأولاني حبينا نتحدثوا فيه. وإن شاء الله المهمة مو سهلة، المهمة صعبة جدا. أنا عمري كنت متوقع لوزارة الشباب والرياضة بعد المشاكل هذه. ولا ننسى البيجي ما شاء الله السنة هذه تقريبا، ولا البيجي السابع تقريبا 400 مليار، 200 مليار للمنشآت والشباب. بدينا بعد التنظيف وإصلاح وهيكلة الوزارة اهتمينا بالتشغيل، ويوم الوزارة الوحيدة اللي شغلت في الوقت الحاضر تقريبا شغلنا 2000 عاطل عن العمل. وهذا ديما راهم عند بطبيعة الحال مساعد اخرين، لكن ما عند من وزير ما عنده شهادات. شغل 2000، شغلنا 2000، وان شاء الله ما زلنا ماشيين باش نشغل. بالهنا تقريبا سبتمبر مازال عندنا 300 اخرين، وانا اليوم ان شاء الله باش نسافر لقطر اللي يحبوها برشا ناس، باش نحاولوا نقنعوا اخواننا باش نزيدوا ينتبهونا. وهذا واجب، انا مادام عندنا شويه معارف نحاولوا نستغلوكم. لقينا انا عملت زيارات عديده، خصوصا بديت بالجنوب. وفهم الناس في مجلس التاسيسي قالوا سب جماعه الجنوب. وانا اول زيارتي لقبلي وتطوير بطبيعه الحال وعديد المعتمديات ودوز وقابس والحامه زرت. يعني يقول انا بل كنا كذبه ونفذنا في عديد المناسبات انها كما تشي كانت تونس. لما تشوف الفقر والمشاكل الكبيره في قبلي معناتها واحد يبكي. أنا ما لقيتش حتى ملعب معشر في البلد.